Taruh di meja. Hah? Taruh di meja aja. Kedengeran. Taruh meja aja. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم تعلم على هذا الجمع المفروض وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اخواني اخواتي اسمحوا لي في بدايه هذه الكلمه ان اهنئكم جميعا بدخول شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم من الله اقرب ومن الشيطان ابعد. وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومن صلاتنا للطاعات. والله تعالى أسأل أن يعيننا وإياكم على صيام هذا الشهر الكريم وعلى قيامه، هذا الشهر الذي تسلط فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد من قبل الحمد تبارك وتعالى أن يا بني الخير أكثر ويا بني الشر أكثر، ولله تعالى عتقاء من النار وذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini sebagai penerjemah dari Syekh Sami. Barusan beliau menyampaikan salam kepada semua jemaah yang ada di sini dan juga ingin mengucapkan bahwasanya Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Jadi marilah kita memperbanyak pahala, memperbanyak amalan-amalan di bulan ini. كما تعلمون تعيش هذه الحرب العدو الصهيوني يشن علينا حربا، وهذا الحرب دخلت شهرها السادس. ولكم أن تتخيلون يا أحبابنا، سأروي لكم قصة مواقف جاء من فلسطين إلى أمريسيا. أنا أحبابنا أسكن مدينة غزة. أنتم تعرفون أن قطاع غزة عبارة عن خمس محافظات، محافظة الشمال ومحافظة غزة ومحافظة الوسطى ومحافظة خان يونس ومحافظة رفح. منذ أحداث السابع من أكتوبر والعدو الصهيوني شن علينا حربا لا هوى لنا فيها. أنا كما قلت أذكر مدينة غزة الإدارة الاحتلال الصهيوني بعد أسبوع من هذه الحرب المجنونة التي استهدف بها الحلقة البشر طالبنا بالنزوح. طالب سكان الشمال وسكان مدينة غزة أن يذهبوا إلى الجنوب. وأنا حقيقة أبيت أن أغادر غزة، بقيت في مدينة غزة بعد أسبوع من هذا التهديد، بعد أسبوع من مطالب طيلة الكلام للناس بأن ينزحوا من محافظتي غزة الشمال إلى الجنوب. أنا وأسرتي أبينا أن نغادر مدينة غزة. لكم أن تتخيل أحبابنا على مدار أسبوع كامل ونحن نسير في الشوارع من قصف الاحتلال الإسرائيلي، قصف لواء الجيش، قصف أمامنا، قصف أمام السيارة، قصف أمام المسجد، إلى أن نجبرنا في النهاية على النزول إلى محافظة الوسطى. اليوم نبين بوصفنا
kedatangan saya ini, kedatangan beliau ke sini ingin menceritakan situasi yang beliau rasakan di Gaza, entah itu dari bagian timur hingga ke barat. Banyak sekali serangan-serangan di akhir-akhir kan, di hari-hari terakhir ini, yang mana menyebabkan banyak korban berjatuhan. Kita sampai lari ke, ada yang bersembunyi di balik tembok, mobil, di pinggir jalan, dan dimanapun tempat yang bisa dijadikan sembunyi atau berlindung. Apakah ada nasihatmu mahusrati ila al-Ardh al-Wusta? قبل أن أنزل أنا أسرتي إلى الأراضي الوسطى كنت كما ذكرت نسير الشرايع، لأن الاحتلال إسرائيل منهم على رؤوسنا، على أطفالنا، على نسائنا، ربما لا نسير من هنا أن نجاهد بجواري، لا تكون عن مثل أو بفرهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. Banyak tentara-tentara Israel yang belum ada di perjalanan. Ketika apa rakyat Palestina berjalan, banyak yang menghadap, belum ada entah di jalan atau entah di tempat-tempat yang tidak terlihat. Karena teman pada dari terhadap kemahusan di wilayah apa di Musa, mengapa di Musa, di Bridge, Al-Madazi, المسيرات يلي بارح أنا نقلت إلى مدينة المسيرات. مدينة المسيرات قريبة أحبابنا من منطقة وادي غزة، ذلك المكان الذي تهاجم فيه عدو الصهيوني، فكان عدو الصهيوني ليل ونهار يضرب بمدفعيتهم، يضرب البيوت بطائراتهم على رؤوس السكان، على رؤوس المواطنين. لنا يا أحبابنا أن نتخيل إنما نهزى حتى هذا اليوم قدمنا ما يزيد عن 31,000 شهيد. لربما يا أحبابنا نقول أن مثل هذا الهدف تحت الأنظار، لأن العدو يجري ويضرب البيوت، يضرب العمارات، يضرب الأبراج. لربما يكون في برج واحد، في العمارة الواحدة 100 مواطن 200 مواطن، العدو الصهيوني يضرب هذه العمارة بمن فيها ومن عليها. فنحن حقيقة عشنا في مخيمات الوسطى، عشنا في مخيم المسيرات، لكن العدو طاردنا، طارد أسرتي وطارد أولادي وطارد عائلتي بالصواريخ والطائرات، ولم يلد من الموت بعتوبة، فما كان منا إلا أن نزحنا من المخيمات الوسطى، من مخيم المسيرات إلى بني أدراح. Beliau mengatakan bahwasanya saya pernah berpergian bersama keluarga saya menggunakan mobil, lalu saya melihat ada seperti rudal yang jatuh sehingga menewaskan 31 orang, lalu selanjutnya ada juga bom yang ledakan yang memakan korban 100 bahkan hingga 200 orang. Mereka menjalan menggunakan pesawat yang seperti menjatuhkan bom kecil seperti itu, sehingga banyak nyawa yang berjatuhan. Karena tidak ada yang terkhayal di sushi dan keadilan di Brazil ada 40 orang juga. Kul buyut hati berdibat akibat kehabisan. كذلك بيتي يهد والبرد الذي نسكن ما عاد صالحا للسكن. غزه يا احبابنا 70% من الاسد ما عاد صالحا للسكن. الاحتلال الاسرائيلي هدم ما يزيد عن 70% من بيوت غزه. هذا نهيب كما ذكرت اننا غادرنا 30,000 شهيد بجوار غارنا، قدمنا ما يزيد عن 70,000 بريد. 70,000 جريح، هؤلاء جرحى نصفهم إعافتهم إعافة ثانية.
banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan hancur-hancurnya tempat tinggal, rumah, sehingga ada bisa terhitung ada 30 orang sakit tadi yang mana mereka sedang beribadah lalu dihancurkan tempatnya, diletakkan tempatnya, sehingga banyak sekali yang tertimbun, entah itu banyak bisa mencapai 70 orang, kurang lebih 70 orang yang tertimbun di bangunan-bangunan yang hancur tadi. Kita harus mengatakan bahwa ada yang tersakit di tangan saya. Tersakit di tangan saya 350 itu yaitu ada di tangan saya 350 والله وتعالى بالله ما ألقي على دماء غزة ما ألقي على دماء غزة من قنابل وسرائيل ورادمات أضعاف ما ألقي على كل شيء من الجزاء. Banyak sekali orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi meninggal, entah itu dari anak-anak, perempuan dan orang tua yang sedang yang tidak bersalah serangan ini sudah terjadi dari sebenarnya dari 6 bulan yang lalu, dari bulan yang lalu sudah mulai brutal serangannya dari prajurit Israel sudah sangat brutal sekali, sehingga jumlah korban tidak bisa terhitung sampai saat ini sebenarnya. Kita bisa saja 5.000 sampai 7.000 nyawa yang di akhir pekan ini. Beda halnya dengan dari 6 bulan yang lalu sudah banyak sekali, tapi di akhir pekan di hari-hari terakhir ini sudah merupakan lebih dari 5.000 orang. Pemancar memberikan biaya pada anak asalku, wahai lagi minum syirah, ia nabi jatuh. Al-Ihtimal al-Israeli, kalau berinan nas, ini ta'amaku ila jirikalah, ini ta'amaku ila rafah, lakan al-Nabatul Ibrah, dan berinan nas, ini yadhamu ila jirikalah. وَمَنْ يَذْهَبُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ يَسْعَوْنَ وَهُمْ يَسِيرُونَ عَلَى مَقَامِهِمْ بَدَا هَذَا الْعَدُوُّ الصَّهْيُونِي يَا أَحْبَابَنَا يُمَارِسُ سِيَاسَةَ التَّدْمِيرِ ضد مسلمين في قطاع غزة، الآن في غزة من لم يمت في القصف، من لم يمت في الدمار، من لم يمت في الطائرات، فإنه يموت جوعا. لأن العدو الصهيوني قد فرض علينا حصارا مؤلما منذ 17 عاما، وتم التشديد على هذا الحصار خلال هذه الحرب المجنونة المستمرة على أهلنا وعلى شعبنا، فنقول الله عز وجل الماء والطعام والشراب. Karena ketika rakyat Palestina yang lari kabur dari satu tempat ke tempat lain menghindari serangan-serangan, mereka lelah sehingga banyak sekali rakyat yang kelaparan menunggu bantuan, sehingga dengan bantuan yang tidak cukup mereka meninggal, sehingga para sakit di Palestina ini tidak hanya meninggal karena berdatang, tapi juga karena kelaparan. Kullu wahidin minna ya ahbabana yajib alaihi an yas'ala nafsahu hadha as-su'al al-kabir, ma huwa wajibi nahwa Palestina, ma huwa wajibi nahwa Gaza,
ما هو واجبي نحو هؤلاء الأطفال، نحو هؤلاء النساء، نحو هؤلاء الذين تهدموا بيوتهم؟ فهو واجبي، إنه واجب نصرة على قاعدة قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الأخوة لها مقتضيات، وهذه الأخوة لها واجبات، ولعل من أهم مقتضيات وواجبات الأخوة واجب النصرة. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر ذات ظالما او مظلوما. قال الرسول: لا انصره مظلوما واضحا، فكيف انصره ظالما؟ قال: فقلته بالحق. المطلوب منكم يا احبابنا ان تنصروا اخوانكم، ان تنصروا اخوانكم في الدين، ان تنصروا اخوانكم في العقيده. اخوانكم هناك يبادون، اخوانكم في غزه يقتلون، إخوانكم في غزة إذا تحرم، إخوانكم في غزة يموت جمعة. فمن لهؤلاء الناس إلا أنتم يا أحبابنا؟ الله تعالى. Dalam kejadian-kejadian terakhir timbullah pertanyaan besar: apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus setiap Palestina lakukan? Apakah kita hanya akan menyerah atau kita akan melakukan apa? Lalu bagaimana peran-peran saudara sesama Muslim, saudara sesama manusia? Apa yang harus kita lakukan? Saya berpesan untuk saling membantu, saling membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang ingin dibantu. Maka dari itu, karena para syahid ini tidak hanya meninggal karena pedagang, tetapi banyak yang laparan. Apakah kalian tega? Apakah kita tega melihat saudara-saudara di Palestina kita ditumbalkan, dikorbankan hanya demi kepentingan Israel, para prajurit Israel dan para militer Israel seperti itu. أن إسرائيل لها من ينصرها، أن إسرائيل لها من يقف معها. أمريكا تقف مع إسرائيل، بريطانيا والإنجليز تقفون مع إسرائيل، فرنسا تقف مع إسرائيل. نحن في فلسطين لا نحارب إسرائيل فقط، نحن في غزة، نحن في فلسطين نحارب حلف الدين يا أحبابنا. نحن في فلسطين نحارب 17 بلدا. كل هؤلاء ضدنا، ضد المعذبين والمقهورين من ابناء شعبنا ومن ابناء امتنا. لماذا اسرائيل تريد من يكون معها؟ لماذا؟ اليس هذا سؤال بحاجه الى اجابه؟ لماذا اسرائيل تريد من يكون معها ونحن لا نجد من يكون معنا؟ اين الدول العربيه؟ أين الدول الإسلامية؟ أين شعارات العالم الحر؟ أين مواثيق حقوق الإنسان؟ أين جمعية الأمم المتحدة؟ ونحن عشرات السنين نعيش في هذا السجن الكبير، ونحن عشرات السنين المقطع، نقطع تمرق أطفالنا، تؤمل نسائنا، فيما العالم صامت، فيما العالم متفرج على هذه المآسي وعلى هذه العذابات. نحن يا أحبابنا لا نعول إلا على الله ربنا. ثم عليكم أهلنا في أندونيسيا. الشعب الأندونيسي شعب طيب، الشعب الأندونيسي شعب معطاء. نحن يا أحبابنا نعول عليكم. أتعرفون كم تعداد سكان الأهل في أندونيسيا؟ يا ذلك يا أحبابنا الذين حملوا 270 مليون، لو أن كل واحد منكم حمل جندلا من الماء وأرامه على دم الكريان لغرق الدولة في الطيب.
bagaimana beliau menyampaikan kenapa Palestina sangat, kenapa Israel sangat berani melakukan hal tindakan-tindakan seperti itu? Mengapa Israel sangat berani melakukan tindakan genosida di Palestina? Karena mereka dibantu oleh negara-negara Barat. Lalu pertanyaannya, kemana negara-negara Arab? Kemana ikhwan muslimin? Kemana saudara-saudara kita muslim? Tidak ada yang membantu kita sama sekali. Kita berjuang sendiri. Kita berjuang sendiri. Tapi terima kasih kepada negara-negara yang sudah berjuang secara moral, yang mana telah menyumbangkan, khususnya Indonesia yang sudah banyak sekali menyumbangkan dana bantuan, bahan pakan, bahan makan dan lain-lain yang tidak tertunda harganya, yang sangat banyak. Terima kasih untuk bantuan itu, karena kami sangat terima kasih sekali untuk Indonesia. Hakikat Indonesia, hukumat masyarakat متقصر في قضية شعبنا الفلسطيني. إخواننا في إندونيسيا جاءوا بأرواحهم وإبائهم وأموالهم نصرة لقضية فلسطين ونصرة للإسلام. أتعرفون أن الأموال في إندونيسيا قاموا ببناء مشفى في شمال دمشق؟ هذا المشفى اسمه المستشفى الإندونيسي. كلف 4 مليون دولار بني من أيدي المواطنين هنا في إندونيسيا. Kami sangat mencintai teman-teman saudara-saudara yang di Indonesia. Mereka membantu datang ke Palestina membawa harta, bahkan berkorban nyawa, yang mana Indonesia telah menyumbangkan rumah sakit di sana seberupa nilai $4 juta, sehingga membantu rakyat-rakyat yang kesakitan di sana, rakyat-rakyat yang kesusahan di sana. Antum ya ahbabana la tuqsir wa la tuqsir, lakin uridu an alfit intibah an ibadat al-waqt fi hadhihi al-ayyam hiya li hadhihi al-mal. أن تجاهد المشركين بأموالكم، أن تجاهد المشركين بأنفسكم. قال صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم. فلا يجوز لأمريكا ولا يجوز لبريطانيا ولا يجوز لألمانيا أن تدعم إسرائيل بالمال وأن تدعم إسرائيل بالعباد، ويملك العرب والمسلمون يتفرجون علينا. يجبكم يا احبابنا ان تنعمون بالمال، ويجبكم اليوم ان تستدعمون بالعباد، وهذا ليس سنه وليس مستحبا، بل ان هذا واجب فريضه شرعيه، كما يعتقد ان الصلاه واجبه وان الصيام واجبا، كذلك نصرة أهل فلسطين واجب. فكما أننا نعتقد أن الصلاة واجبة، كذلك نصرة الفلسطينيين، نصرة المعذبين في غزة واجب. لا يكل فريضته عن الصلاة، لا يكل فريضته عن الصيام. فلا يجوز يا أحبابنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. لا بد أن نأخذ بهذا الدين، لا بد أن نأخذ بهذا الإسلام من جميع جوانبه، وإلا فكلنا آثمون آثمون كفرون. إن لم ننصر هؤلاء المعتدين في غزة، إن لم ننصرهم بالمال، إن لم ننصرهم بالعداء، فنحن آثمون آثمون آثمون. ولن ينفعنا بين يدي الله تعالى لا صلاة ولا صيام ولا حج. Saya berpesan menolong rakyat Palestina
sama hal wajibnya dengan seperti sholat, puasa dan haji. Karena saya menyarankan apabila kita tidak bisa berjihad dengan tenaga kita, kita harus berjihad dengan sesuatu yang kita bisa. Contohnya seperti harta, doa, apapun yang kita bisa lakukan untuk saudara kita di Palestina, lakukan. Itu termasuk sesuatu jihad. Maka dari itu sebenarnya menolong saudara kita di Palestina tidak kalah besarnya dengan kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Menolong Palestina bukan sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang mustahab, tapi adalah wajib. Karena saudara-saudara kita di Palestina sangat membutuhkan itu. والله يا احبابنا وبهذه الكلمات نختم الاعداء والكفر يركزون على ابليس. اتعرفون لماذا؟ لانهم يعرفون ان صلاح المواطن الابليسي صلاح للعالم، وان فساد هذا المواطن يعني فساد العالم. انتم اكبر بلد اسلامي، فالامه بانتظاركم، الأمة العربية بانتظاركم، فلسطين بانتظاركم، المسجد الأقصى بانتظاركم، العرب بانتظاركم، ولم يتركوكم في الميدان أهلهم، لم يتركوكم، سيعملون على إفساد الشباب في إندونيسيا، وسيعملون على إفساد الشباب في إندونيسيا، لماذا؟ لأن الأرض كما قلت، أنتم رمال الميزان. أنتم يا أحبابنا الذين ترجحون كفة الإيمان على الكفر، أنتم الذين ترجحون كفة الحق على كفة الباطل، فهل تقبلون أن يقول لكم هذا الدور يا أحبابنا؟ هل أنتم جاهزون لنصرة قضايا أمتكم العربية الإسلامية؟ هل أنتم جاهزون لنصرة فلسطين؟ هل أنتم جاهزون لنصرة الإسلام؟ أنا متأكد تماما أنكم جميعا جاهزون لنصرة الإسلام ولنصرة فلسطين، ولن تتركوا غزة في ميدان وحدنا. أنتبه لأحبابنا في هذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله بالخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الطعام وكما جمعنا في الدنيا الثانية، أن يجمعنا في جنة القدوم والذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأجل دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Beliau menyampaikan bahwasanya Indonesia adalah negara muslim terbesar yang mana sangat ditunggu bantuannya, bantuannya ke Palestina, ke Gaza, untuk meringankan beban-beban saudara kita di sana. Tolong doanya dan kekuatannya dan semua bantuan yang bisa kita kirim. Seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan wa jazakumullahu khair wa la tansu al-ayah ya haula'i ya'una li fi sabilillah. Wa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhal 'ala nafsihi. Fala tabkhal 'ala fulastin. لا تبخلوا على أخوانكم المجاهدين في الميدان، فهم بحاجة إلى نصرتكم وتأييدكم. Jangan tinggalkan kami di lapangan sendirian. Kenapa ada di sela-sela? Oh, لحظة. طبعا يا أحبابنا قبل أن ننهي هذا اللقاء نفتح المجال للأسئلة. فمن كان عنده سؤال أو استفسار أو مداخلة فليتفضل على بركة الله. وبالمناسبة أنا أختي، كذلك من كان عنده سؤال فقهي يتعلق بالصيام، يتعلق بالحج، يتعلق بالعبادات والمعاملات، فأنا جاهز لمشيئة الله. جدي سيخ مملكان waktu bertanya kepada para jemaah tentang itu, tentang apa saja boleh ibadah haji, shaum dan lain-lain. Mungkin bisa
Nah, ini identitas dari Syekh nama Sami Abdul Hajjaj. Kamil Ahmad Hajjaj. Sami Ahmad Hajjaj. Kamil Ahmad. Sami Kamil Ahmad Hajjaj. Mufti Al-Mahdi. Dan dia apa beliau boleh sebagai mufti di Al-Azhar, Al-Azhar Institute, Universitas Al-Azhar Palestine, Institute Al-Azhar Palestine. Nah, apa ini soal konstitusi? Lalu bagi siapa yang ingin bertanya, silakan. Biasanya itu saya di parkir sana mengimami sholat tarawih berapa rakaat dan salamnya berapa rakaat. Yang ketiga, beberapa pekan yang lalu kami mendapatkan informasi yang sebenarnya di Google ada pernyataan dari Perdana Menteri Palestina bahwa nantinya pada saat Palestina sudah pengusir dari penjajah Israel itu tidak akan menyertakan anggota pemerintahannya kepada Hamas. Pribadi kami sangat kecewa karena kami merasa dan diakui bahwa Hamas punya peran besar atas jihad mereka membela, membentengi dan melawan penjajahan Yoris Palestina, Yoris Israel di sana, yang juga dibantu oleh para ormas muslim lain sana. Demikian harapan kami, tentu saya bisa menjelaskan setidaknya soal yang ketiga ini. Demikian, penutupan telah menjelaskan dengan itu. Ada min wakil ini kemudian kembali guna kembali ke masjid atau kuat menakar salah satu hasilah awal islam suar hin atau kalimah tahu atur lakwa min jami ilmu suar piha dan masjid di anna ada masjid di toh berdina maka musul maka musul sudah tidak di pinggir. Cuma asani di Palestina, bayangna antakuna al-imam, antakuna imam di Palestina, kamu rok ada, kamu salam ada itu di anayakuna imam di Palestina. Cuma salisan. Alhamdulillah, أجاب السؤال. على السؤال الأول حقيقة من علامات الساعة التباهي في بناء المساجد وجاء في الحديث لا تزخرف المساجد كما زخرفت
اليهود والنصارى البيض والكنس. أتعرفون مسجد رسول الله عبارة عن ماذا؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرتفعاً في جريده، وإذا شطف الإنسان نادى رأسه الجدار، وإذا مد قدميه أو إذا وقف نادى رأسه السقف، وإذا مد رجليه نادت رجليه بالأرض. لكنه وراء الأعمال الجولة في المساجد الكبيرة والتكبير والسجاد، لكن أين أمرنا؟ أين أمرنا؟ فكرة المسجد يا إخواننا كما قال سيدي عمر، فكرة المسجد هي عبارة عن مسجد صغير أو مسجد كبير يعني الناس من حر الصيف وبرد الشتاء. المسألة الأولى بالنسبة لصلاة التراويح، عدم صلاة التراويح فيها أربعة أقوال. القول الأول أن عدد صلاة التراويح 8 ركعات. القول الثاني أن عدد ركعات صلاة التراويح 20 ركعة، وأنا عليه الجمهور الشافعي وأحمد وحنبل. القول الثالث هو قول الإمام مالك أن عدد ركعات صلاة التراويح 36 ركعة. القول الرابع في هذه المسألة أن أقل عدد صلاة التراويح 2 ركعات، فمن صلى 2 ركعات فعله صحيح، ومن صلى 8 ركعات فعله صحيح، ومن صلى 20 ركعة فعله صحيح، ومن صلى 36 ففعله صحيح. فمن أحدث نزل أيضا نصلي 8 ركعات، 2 ركعتين. لكن هل يجوز أن تصلي 4 ركعات تشهد واحد؟ عند الحنفية يجوز، عند الحنفية يجوز. هل يجوز أن تصلي 8 ركعات تشهد واحد؟ عند الحنفية يجوز، عند غيره قالوا لا. صلاة الليل مثنى، الأصل أن تصلي صلاة الليل ركعتين بتشهد واحد. Untuk pernyataan yang pertama tadi, sebenarnya saya menyampaikan bahwasanya masjid sudah sangat cukup, masjid sudah sangat bermanfaat apabila bisa menjadi tempat bernaung bagi para orang yang berhenti musafir, apabila sudah bisa menyusun kotak kakinya, menyandarkan kepalanya, sudah teduh, tidak panasan, jadi sudah sangat cukup. Lalu untuk yang kedua, saya biasanya mengimami 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi karena banyak masuk seperti Hanafi dan lain-lain, itu benar. Dan seperti yang kita lakukan berusaha 4 rakaat 1 ke 1 itu juga benar. Cuma soal salis, fi bilgus wa baina Israel wa Palestin, maka Hamas ala di Isa ibu Palestin, tapi al-imar of Palestin yakul annal Hamas wa laisa minna, dan yakul al-imar of Palestin di Palestin Rais Wazir Palestin di Ramallah. Kaifa itu antubayyinna lana madha rayukum an dhalika. La, ihna haqiqa sha'b wahid, nahnu sha'b wahid, sawa kunna fi ad-dafa al-gharbiyya aw kunna fi Gaza. Hamas juz' min nasib sha'b al-filistini wa fatah جزء من نسيج الوطن الفلسطيني، وكذلك الجهاد الدولة الشعبية الجهة الديمقراطية. أنا مع وحد شعبنا، أي إنسان يدعو إلى الفرقة فهو خالد عبيد كلنا. أنا أي إنسان يهاجم حماس، أي إنسان يهاجم فتح، أي إنسان يهاجم الجهاد، أنا أشك في أن نضع فوق الكرسي. Saling peperangan, saling membunuh, menentang sekali, entah itu dari Israel,
dan lain-lainnya. Sangat menentang sekali tentang pembunuhan. Tepatkan lagi, tepatkan. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya Syekh. Wa ana ambil amal ya insyaallah. Ya nabi tapi ana kata bin alami ya masyaallah. Sang sari di mana daulah bisa madad Ustaz di bawa apa? Tasyud bawa bahwa itu lah. Wa di mana ليس أمامنا إلا بوابة مع الربح، ليس أمامنا إلا الجنوب. وحقيقة أن الضرب مع الربح حتى لا يتمكن الفلسطيني من السقط، حتى لا يتمكن العرب المسلمين أن يدخلوا لنا المساعدات. أما حقيقة يعني الكل في المنطقة يعمل حساب لأمريكا، أنا حتى صريح واضح، الكل يعمل حساب لأمريكا، الكل يعمل حساب إسرائيل، الكل في المنطقة يخاف على مصائرهم، ونحن تركنا في المذبح وحدنا. أما حقيقة مصر لم تتخذ مسعى في نجاتنا والوقوف معنا، وكذلك إخواننا في أندونيسيا، حقيقة نشعر بتعاطف المواطن الأندونيسي. أنا سعيد العقل والقلب والذهني، وأشعر بمؤثر شعب ومتعاطف معنا الشعب الأندونيسي. أكثر شعب يحبنا هو الشعب الأندونيسي، أكثر شعب يبكي على عذاباتنا وألامنا هو الشعب الأندونيسي. فكل التحية والاحترام والتقدير من أعماق قلوبنا لإخواننا في الشعب الأندونيسي. لن نتخيل إخواننا، لكم إخوة في أندونيسيا، لكم إخوة في غزة من أندونيسيا، طلب منهم أن يغادروا غزة. الطريق أمامكم مفتوحة، تفضلوا تعالوا إلى أندونيسيا. قال لا، نحن سنبقى بين أهل غزة، نخدم أهل غزة ونقدم المساعدات لأهل غزة. Kenapa hanya ada satu jalan, ada satu gerbang yang untuk namanya untuk memasukkan bantuan? Tapi kenapa Mesir tidak apa namanya tidak mempermudah itu, sedangkan bantuan-bantuan dari negara lain banyak, tapi Indonesia bisa sampai. Karena banyak sekali ketakutan-ketakutan yang dialami oleh rakyat-rakyat kami, rakyat-rakyat Palestina yang ada di Indonesia. Banyak adanya ketakutan-ketakutan yang sangat apa, yang sangat mengkhawatirkan, sehingga jalurnya hanya satu gelombang. Adakah sila orang ada? طيب بارك الله فيكم ورزقكم الله إذا كنتم إن شاء الله بهذا القدر نختم قائله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونصلي ونسلم على الرسول المصطفى والنبي المجتبى قائلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله